يومين وأنا قاعدة على الإنترنت شفت هذا البيت وكتير كتير لفت لي نظري، فقلت يا بنت ليش ما تشتري وتفاجئي خلودة فيه ونقضي يوم كامل أنا وياه بقلب هذا البيت. فورا رحت طلبته أونلاين ووصلني وبدي فاجئ خالد فيه ولنشوف إذا فيه يقضي يوم كامل جواته بدون ما يطلع منه. كنت حابة كتير فوت هيك لجوا وأقضي يوم كامل أنا وياه جوا، بس صراحة ما بيسعني، فقررت أحبسه جوا وشو بده أكل شرب كله بيجي لعنده، فلح نشوف إذا لح يصبر يوم كامل ولا لا، وأنا لح كون الدليفري تبعه. كتير كتير متحمسة لهذا التحدي، يلا نبلشو. شو خلودة شو رأيك بالمفاجأة؟ بتجنن ماميتو. طيب يعني انت عرفت شو هادي اللي جايبت لك يا؟ ماما هذا بيت كبير مو؟ وفينا لونه؟ لك يلا معنا هفتحه لنشوفه. شكرا يا مامي بيطير العقل، تقبشيني هاتي لنشوف شو في جواته. بدك مساعدة؟ لا مامي ما بدي، شكرا إليك. قولي وقع ان شاء الله ما يكون صار له شيء. ليه هاي كراتين ماما نحن بدنا نركبها. واو ماما رايح نادي لدادي ساعدنا. يلا روح نادي له. يلا لحظة قوام رايح نادي له. روح نادي لدادي يلا. سهلين وسهلين شو بدها؟ يلا ساعدوا ساعدوا. هاي هاي عنكم فيها التعليمات كيف رح تبنوه. تمام هاي تعليمات عليها. يلا خلودة ساعد دادي. يلا ساعدوا خلودة لدادي. ايوه من هون. برافو عليكم. دقيقة شو هاي؟ هاي 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 محطوط هوي. ايوه هوي. ايوه يا عيني عليكم. عم احلك اوكي؟ ما تخافي ماما ما لح حرب عينه. يا شو هالبيت هاد؟ هلأ بدنا نبني لخلودة احلى بيت. هذا سميه بيت احلامكم. هاي دادي قاعد عم يركب له البيت هون. هاي كمش دي هاي كمش نارك. يلا حنخلص. هلأ هاي وينك خلودة؟ معلش اطلع عليك من الشباك؟ تعال نشوفه من الشباك. هاي خالد. وهيك بنكون خلصنا بناء البيت. زوجي راح وهلا صفيت انا وخلودة لحالنا. فهلا لنشوف اذا خلودة رح يقدر يصبر انه يضل جوات هذا البيت وبس نسمح له انه يطلع منه وقت بده يفوت يقضي حاجة انتو اكبر قدر. فانا لحكون برا البيت مسؤولة عن اكله وشربه. شو بده يطلب مني؟ انا لحكون ديليفري مان، هيك هو سماني، فلحضر له فطوره غدا عشاء تحلايته. فكتير متحمسة للفيديو، لحاول فوت شوي معه، حاول هيك اندهش معه بالفيديو بالبيت، فلح شوف اذا رح اقدر لحاول. ماما قبل ما تحاولي تندحشي معي بالبيت تعالي، لازم نلونه هلا بعدين بنفكر نفوته. يلا تعالي ساعديني. مو تشوهه خلودة، عم اهلك لونه ما تخليه يصير بشع. رح اعمل ماما اول لون ازرق. بتعرفي ولي بقى هذا تستني شوي كويس علي. لا لا ماما رح اعمل لون الازهر اول شيء. اوكي خلودة ما بتفرق اللون اللي بدك اياه بلش فيه، المهم لونه للبيت. اوكي ماشي حلوه. يلا انت لوني. لا سنو سنو ذس از سنو. ماما انت لوني النجمه اللي فوق، لوني لوني كل النجوم. ماما ساعديني الله يوفقك، انا رح لون الورده اللي تحت. لك خلودة شو عم تلون جوا؟ هلا خلص برا بعدين لون يلي جوا. لك خالد بصير هي ماما خلص خلص التلوين برا، هلا بدي لون جوا لانه انا تعبت وخلص. بس خليني احط بصمتي جوا ماما، عم بكتب اسمي. طيب افتح لنا الباب ورجينا شو عم تكتب. كثير حمستني خلودة، افتح لنا. يا سلام ورجيني شو رسمت ورا. اجو حكي وجهي. يا الله على حكي وجهي لو سمحت. هي مامي لون بلاك. شو كمان؟ ام هون ماما رسمت اسمي شايفة بس بالانجليزي. وين اسمك خلودة؟ ما
جينا؟ خالد. اوه خالد بن قلوب، يا سلام. برافو خلودة. هلأ جايز صار وقت نفوت الحرامات والغراض لجوا البيت، لأنه هلأ بدنا نقضي نهار كامل جواته. لازم هيك نساوي من مجاميعه، مو هيك مامي؟ مامي نسيت البلانكتي اللي لونها أبيض، بليز جيبي لي إياها. الله يوفقك. راح أجيب لك. بدي بلانكت بيضة خلودة. تفضل. خود. تقبريني مامي، يسلم ايديكي. خلودة كيف الوضع؟ تمام؟ بدك شيء قبل ما اروح وسكر عليك الباب؟ لا ماما، يسلموا ايديك كتير، شكرا لك. يلا باي، سكري لي الباب. باي. ماما والله داخل ايه، تعالي هيك جربي ندحشي معي وعدي معي جوا. انا هلا فايته جرب ندحش. انا احاول هلا افوت لجوا. هون هدول مثل هاري بوتر. yeah. وهون شو؟ we got like a window. هاي كمان رسم هدي وجه خلودة، وهاي مامي لون legs. هون بشني مهضوم أنا. I love this. I'm gonna stay here for 24 hours. okay. وهي أنا جوا now. وهي عندنا شباك هون. هاي عندنا areas. our fish is over there. هاي السمكات اللي سرناها هون. مو مبيني من عندي. look. you can see the fish. هاي السمكات. هاي السمكات. قولي حاسة حالي اختنقت. هو عم يتفرج على الموبايل. يلا خلودة انا رح استود عاد. انا بدي اطلع. اوكي حاجة شوبت. يلا خلودة بخاطرك انا بدي اروح. قولي خلوني اطلع. اذا انت بدي اونار سيني دقيقة مامي. اذا انت بدي اونار سيني. قولي الله يعيننا على حفرة ابننا. خالد فوت لجوا، ممنوع تطلع لبدا. جو انسايد. يا ماما عاوزك، وين رحتي؟ تعالي بسرعة. شو خلودة شو بدها؟ ماما بدي اطلب دليفري. بدك تعمل اوردر؟ ايه ماما، ليتني عم بقلها للدليفري مان، ولح قلها زكاتك يجيب لنا بيتزا بليز. لا تطول، الله معك. مشي الحال؟ ايه ماما مشي الحال. طلبت بيتزا وقال لي 10 دقائق وبتكون عندك البيتزا. وطبعا بما انه انا الدليفري مان تبع خلوده، انا رح اعمل له البيتزا ورح احاول اخلص له اياها بربع ساعه واقل كمان. هي جبت بيتزا من اللي بيحبها، وجبت له جبنه لحطها على الوش كمان وشويه زيتون، وبعدين رح فوتها على الفرن شغلة 5 دقائق 10 دقائق بتكون جاهزة. وهي لح أقطعها ولح أحط لها شوية مايونيز وشوية كاتشب، وهيك هلأ صارت البيتزا عنا جاهزة، ولح أحط له عصير مثل ما طلب. وهلأ أنا رايحة أخذ له إياها. يا سلام. دليفري، إجا دليفري. دليفري. يلا تفضل فوت أكلاتك لجوا. عجبك؟ شو رأيك؟ انت تجوعان؟ يلا هي عصير، يلا كول صحتين. وهنا باي باي باي. انا رايحة. انا يعني خالد عايش الجو ومكتر، يعني حاسة حالي عن جد دليفري مان انا. شو خلودة؟ ماما خلصت اكلاتي. خلصت اكل؟ الحمد لله خلصت ان شاء الله صحة. وهنا ليش ما اكلتها لهي؟ والله يا ماما شبعت دايمة. طب شفت شو صار بوشك؟ بدنا نمسح لك. مامي ممكن تجيب لك الالعاب بليز؟ بدك كل هوجي ووجي والاكتوبوت خالي؟ ايه والله يا مامي، يا ريت بتونس فيهم. ايه تكرم عينك، الف طلب مثل هالطلب. هي هي، وانت زادت لي اياهم بكل البيت، خليني ضبهم كلياتهم واتحسن عندك بالبيت. بس يعني انه مو طبيعي، زادت كل الهوجي ووجي بقرنه مختلفه. انا مو مخلي واحد ولا عاسي، هذا النايت تايم وهذا ما بعرف كيف بده يسع بقلب البيت. هلا بناخذ لياهم نشوف شو بده يسع. هذا اذا بتتذكر ربحه بعد احنا على الالعاب المائيه صار يبكي حرق جيبه، وهي اكبر هوجي ووجي. هلا رح نشوف كيف رح يساعوا جوا عنده بالبيت. يي صفيان الرينبو وان نسيناه هذا. خلصوا خلصوا. جاهز خلوده؟ جاهز اعطيك اياهم كلهم؟ يلا افتح الباب. اول واحد. هي ثاني واحد. ثاني واحد. هي ثالث واحد. رابع واحد. هي الرابع. خذ خلوده. هي خذ نشوف كيف كنت تسعى. يلا خذ. ثانية. يلا خب خالد، وين بدك تحطها هاي خالد؟ وهاد تفضل. وشو كمان؟ أعطيك أصغر أول شيء الصغار خب، وهي الفصام. أوه شو هاد؟ والله بيلعبوا. شو حابب فيهم؟ خلودة وين بدك تحطوا هاد خلودة؟ كثير كبير. خب
وريني شطارتك. وين بدك يسعى؟ وين؟ يا سوهر وين بدك ينفع الاخطبوط؟ وين يا ماما؟ مامي لونج ليج عم تتحمم. هي تتحمم؟ ايه خذ هاي الاخطبوط. I need a small one. هاي هاي جاي. انت منيح؟ ايه ماما كتير منيح. تعال نشوف. يلا باي. شو خلودة؟ افتح. نعم ماما انا كثير جوعان. يا عمري خس الجوع، شو بدك تاكل؟ والله ما بعرف، محتار. هلا لحدق للدليفري واطلب منه. رح اطلب جاي عبالي بيضه وجاي عبالي ساسج. استني لدق اول شيء واتصل فيه. الو كيفك دليفري مان؟ دكاتك جيب لي بيضه وجيب لي ساسج وجيب لي العاب. بدي لعبه. اوكي لا تنسى لي اياها الالعاب. حط لي 10 العاب بقلب شنطه بلاستيك. اتفقنا؟ يلا لا تطوي. مع السلامة. ماما شفتيني شو طلبت من الدليفري؟ لا تنسي تاخذي الالعاب وتحطي لي اياهم بالشنطه. سمعتيني شو عم بحكي معه؟ يلا الله معك، روحي جهزي. يلا باي دليفري مان. يلا روحي ماما جهزي الاكل لانه انت الدليفري مان. عرفتي علي؟ يلا الله معك. هات لنروح نجهز له الطلبيه لخلوده. مثل ما شفتوا طلب بيضه وطلب ساسج، وهلا انا شلون بحبها خلوده، بحبها هيك مثل ما هي بدون ما اخفقها يعني. وهلا بده هو 10 لعب، فهو اختار هدول الالعاب وقال لي جيبي لي اياهم، قال كتب لي اياهم على ورقه وقلم. فانا رح احط له اياهم، هاي البوبيت على شكل ديناصور وهذا الليجو بوك، هذا هاري بوتر وشويه الوان، وهدول الليجو فيجرز ما بعرف شو خطر انه انا احط له اياهم بالعلبه. وحياه الله بيضحكوا هالولاد. وهيك صارت شنطه الالعاب جاهزه، وكمان الأكلات استووا وصاروا جاهزين. هاي البيضة اللي طلبها والساسج كمان، ومثل العادة ما فيه يأكل بدون كاتشب الله يهدي. وهون حطيت له رايز بودينج كتير طيبة بنكهة الكراميل، أكيد لح يحبون. مين عم يدق الباب؟ مين هون؟ أهلين دليفري. واو شكرا على الاكلات وشكرا على شنطه الهدايا. بدكم جايز تشوفوا شو طلبت هدايا؟ تعالوا افتحها قدامكم. خلص خلوده ما في داعي اصلا، انا ورجيت هون شو حطت لك بقلبها، فما في داعي انت كمان ترجع تورجي هون. يلا بلش كول. يا الله منك يا ماما، كنت مشتهي انا افتح لهم الشنطه وورجيهم اياها. بس يسلموا ايديكي. طيبه السوسج والهوت دوغ قصدي، كثير طيبه. بس تاني مرة أنا بدي ورجيهم كل شيء، مو أنتي ماما، أوكي؟ أصلاً أنا طلبتهم خص نص لحتى ورجيهم ياهن، مو أنتي. يلا ماما خليني، تركيني هلأ بسلام وأنا عم أكل وجبتي. يستني استني قبل ما تتركيني جايز، لح ورجيكم الرايز بودينج يلي أنا كتير بحبه، وبشجعكم وبنصحكم أنكم تاكلوا كتير. خلوا أمهاتكم تعملكم رز بحليب، هاي الأكل المفضلة تبعي. هيك خلوا دعم تاكل مثل أولاد صغار. يلا روح انت خلص اكلاتك، رح اعمل له هلا لخلوده نقريش لاخر السهره مشانها. خلص بقى خلص فطر وتغدى وتعشى، وهلا صفي له النقريش. بحط له من كل الشغلات اللي هو بيحبها، هذا الشيبس كتير هو بيحبه، وهي السكاكر بيحبها طبعا بس وحده رح ياكل، وهدول البسكوك بسكوتات، وهي الكوكيز كمان كتير طيبه. هيك صحن النقريش صار جاهز لخلودة، وهي آخر وجبة اليوم رح ياكلها بهذا البيت. واو مامي شو جايبتي؟ فيني شوفك من الشباك. يا عيني على النقريش ماما، هاي لونها أحمر، هاي المفضلة تبعي. فوتيهم فوتيهم لقلك من الشباك. يلا باي. ماما شو بيش عم شوف؟ وهون صارت الدنيا ليل، واجا زوجي وصار لازم انه نقعد بالغرفة نتفرج شوي على التلفزيون. فخلودة رفعنا لك البيت على الطاولة وبدك تنام فوق. هلو جايز شوفوني وانا منبق راسي من فوق الطاولة. واو شو حلو الشعور. يا بدك تقول له جود نايت، بده ينام لانه بده الهوجي وجي الاورنج. خد تفضل يا عيني. اعطينا بوسه، تعال ناخذ بوسه. يلا جود نايت. يلا انا جاي. جيت خلوده اجيت. يلا بدك تقلنا جود نايت؟ ايه بدي اقلكم جود نايت يا جايز، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بالفيديو. باي، شوفكم فيديو جديد. باي، وانا كمان بقلكم باي.